اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج اسأل الكلمة، والحلقة النهاردة بعنوان كيف اميز صوت الله. كثير من الناس على مر العصور تساءلوا هذا السؤال، لقد سمع صموئيل صوت الله ولكنه لم يميزه، الى ان ارشده عالي ورأى جدعون رؤيا ولكن لم يصدقها، لدرجة انه طلب علامة من الله. مش علامة واحدة، ده 3 مرات. اذا في بعض الناس حتى كانوا مؤمنين ما بيقدروش يميزوا صوت الله. فالحلقة النهاردة بتجاوب على السؤال كيف اميز صوت الله. معنا جناب الاسيس وحيد جيد، ربي يباركه، هنسأله السؤال ده، كيف اميز صوت الله؟ هو في حاجة لازم افهمها. لو سألت حضرتك القسيس ظريف لما اتولدت كنت عارف ابوك مين وامك مين؟ لا طبعا. تعرف تميز صوته من غيرهم؟ لا. طيب، يبقى انا علشان اميز الصوت لازم اتعايش مع فتره، اعدي مرحله الطفوله، ادخل في مرحله النمو. ما نمتش مش عارف اميز. صمويل كان طفل اللي انت ذكرته حضرتك. ايوه. كان صغير 12، لم يسبق له ان يسمع صوت الله. فلما قال له صموئيل ده العجل على العالي، انت عاوزني؟ انت ناديت علي؟ قال له ما ناديتش يا ابني، روح نام. راح كررها ثاني وثالث عشان نحتفظ بالوقت شويه. في الاخر فهم عالي ان الرب بيكلم صموئيل. قال لما حد ينادي عليك ثاني قلت تكلم لان عبدك سامع. تمام، حلو الكلام. نعم. بعد صمويل مجال للرب تكلم لأن عبدك سامع، غلط تاني واختلط صوت الله مع صوت حد تاني؟ لا. يبقى هو سمعه. أجيب شبه تاني، ودي اللي بركز عليه في فكرة معرفتنا لله. احنا عاوزين نعيش مع شخص أب لينا. شاول ابن قيس، شاول طرسوسي، شاول اللي هو بولس، اللي هو بولس. الرب ظهر له في الطريق. واحب كل واحد يقول للرب الكلمتين دول، لماذا تضطهدني؟ قال له ايه؟ اول حاجه من انت؟ كلهم حوالي 7 حروف. من انت؟ مش عارفه بالظبط. قال له انا يسوع الذي انت تضطهد. قال له طب عاوز مني ايه؟ سأل عن شخصه وعن مشيئته. أنا يسوع. ما بيقول له من أنت؟ إحنا عاوزين ندخل في الرحلة دي مع ربنا. ولما ندخل في دي، هل شاول بطل ربنا يكلمه بعد كده؟ لا. أمال ما غلطش في اسمه ليه وقال له من أنت؟ خلاص عارف يميز. عارف الصوت. بالظبط، عارف يميز. فما نقدرش افكر اعرف صوت الله وافهمه الا ما اتعرف على الله نفسه. معرفه الله ده اللي عاوز اوصله في فكره معرفه الله. موسى مثلا في سفر التكوين على ما اذكر، في سفر الخروج اصحاح 33، بيقول للرب بعد ما فتح البحر وعرف موسى طرقه وبرساله افعاله، بيقول ده مش كفايه بالنسبه لي، إن كنت وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك. أنا عاوز أعرفك. كل ده ما عرفتش. مشكلتنا الأيام دي، وسامحني في التعبير ده،
ان كلنا عاملين نفسنا فاهمين، ومن يظن انه يفهم كل شيء فهو الذي لا يفهم شيء. اما الذي يفهم انه لم يفهم فهو الذي يفهم، لانه لم يكن يفهم لما فهم انه لم يفهم. نعم. مشكلتي لو فهمت ان انا فاهم. نعم. هسأل لي؟ نعم. انا كتبت عبارة امبارح على فيسبوك بقول كلما ازددت علما ازددت جهلا. ادركت جهلي. ادركت جهلي. اه. فعايز اسال برضه سؤال بالنسبه لحضرتك، اتكلمت وقلت اللي بيميز صوت الله اول مره بعد كده ما يغلطش في صوت الله. بالظبط. لكن جدعون سمع صوت الله وطلب كذا مره على ما، هل ده شك من جدعون؟ بعد ما كمان رب قبل الذبيحه بتاعته. يعني عايز اقول ايه؟ ان في بعض المؤمنين بيبقوا سامعين صوت الله ومش متأكدين ان ده صوت الله. هو فعايزين يعني ازاي هو جدعون برضه كان متأكد ان ده صوت الله والله قبل منه الذبيحة؟ ما ترباش في بيئة روحية، دي جزئية مهمة جدا. جدعون قال عنه معايا اخوات كان عدد وكانوا طاردينه من البيت، مش عارف ابن جارية ولا سموه ابن ايه كده، فما كانش عايش معاهم عشان يعرف الله. دي مفاجأة ليه انه يسأله، مفاجأة ليه ان الله يكلمه. فنفس اللي عمله شاول، نفس اللي عمله صموئيل، عمله جدعون. عاوز اتأكد انت ولا مش انت، انا اسمع عنك، قالوا عنك وانك عملت حاجات كتير، فأكد لي انك انت اللي هتكون حد تاني، لانه ما اتعملش معاه قبل كده. أيوة. وده اللي يخليني بقول على المنابر خلوا بالكم من الرمسان. ايوه الرمسان الصغيرين، الخروف الصغير ابن دي كلمه ده معنى كلمه الرمسان. وده المسيح اللي قاله خرافه تسمع صوتي وانا عارفها تتبعني. طيب ده بياخدنا للسؤال الثاني، كيف اعرف الله عشان اميز صوته؟ ما هو ممكن يعني ازاي يعني اعرف الله عشان اعرف صوته؟ والكلام ده على فكره ما فيش واحد بيطلب يميز صوت الله ويعرفه غير ان كان مؤمن. فالكلام للمؤمنين. ما احنا لما اتكلمنا هنا عن معرفه الله قلنا موسى ساله. ايه رايك في سليمان الحكيم؟ يعرف الله ولا ما يعرفوش؟ يعرفه. امال ابوه بيقول له ايه؟ وأنت يا سليمان ابني اعرف إله أبيك واعبده بقلب كامل ونفس الرغبة. سليمان في عز مجده بعد الله ما ترأى ليه مرتين عبد الأصنام، ومرات ناس يشدوا على الكتاب، سليمان خد 1000 واحدة ومش عارف ايه وكان مسموح له. لا مش مسموح له، حتى اللي بيجاوب ما عجبنيش الجواب، لأنه كان المفروض يقول وعمل سليمان الشر في عيني الرب زي ما مكتوب النص في ملوك الأول 11. خدت البركة معايا؟ أيوة. لكن في الآخر استرجع صواب، ختام الأمر كله اتقى الله واحفظ وصاياه. وهذا هو الإنسان كله. تمام. طيب السؤال بقى المهم جدا، كيف لا أخدع في صوت الله؟ في أصوات كتيرة ويمكن الواحد بيستحسن أصوات معينة، يعني واحد عايز يتجوز واحدة يقول هي دي، يعني يقول هو ربنا قال لي، هو عايز يتجوزها وبيخدع نفسه او مخدوع في صوت الله. بيضحك عليه. عايزين نعرف ازاي ما نتخدعش في صوت الله كمؤمنين. هقول لك حاجه، مرات الانسان انا اعرف واحد شخصيا يعني جمع بيته وقال الرب قال لي ما تاخدش غير دي، بعد 40 يوم قال الرب قال لي سيبها. ده بيخدع نفسه اكتر منه اي حد بيخدعه. في فرق بين الاستحسان البشري وإرادة الله وصوت الله. الله ما بيقولش يتجوز مين، بيقول لا تكن تحت نير مع غير المؤمنين، خد واحدة مؤمنة. لكن ما يقولش على واحدة بعينها خد دي، أمال ادانا حرية ازاي؟ ده أنا لما قبلت قبلته بحريتي، ما لوش دراعي عشان أقبله. فالله ادانا حرية أختار البنت اللي عاوز أتجوزها، واداني حريتي اشتغل الشغل اللي عاوز اشتغلها، لكن في ضوء مخافه الله. وصلت الفكره؟ ايوه. فمش اي حاجه يعني تبقى
أخلط وأبلط بين صوت الله وكده. وبعدين المؤمن عنده جرس إنذار. صدقني الحوادث اللي مرت بها مش عاوز أجيب سيرتها في القصة دي. عندنا واحد اسمه الأستاذ وجدي. لا ما فيش مشكلة أقول لك. عندنا واحد اسمه الأستاذ وجدي. كل الأحداث اللي حصل وتعاملت معي قلت له عليها قبل ما تحصل. كل خطوة أقول له تحصل كذا تحصل كذا تحصل. في جوانا جرس إنذار. جوانا حس روحي. ده الحواس والله بيكلمنا بطرق لا طرق متعددة. واحد ممكن يكلمه في الحلم. لازم يفهم صوت الله. نعم. بولس كلمه في حلم. أيوه. مرة ما قال له أنت والسفينة. ويعقوب كلمه في حلم. وأنا ضد على فكرة كلمة يعقوب مكر وخداع. يعقوب لا مكر ولا خداع. ده إحنا اللي مكرناه وخدعناه. أيوه. خدت البال كمان. فبيسأل قال الرب لمريم وهارون إن كان منكم نبل الرب في رؤيا أسع لي في حلم وكلمه. عبد موسى يختلف عن اثنين. وجها إلى وجه عيانا نتكلم معه كما يكلم الرب صاحبه الإنسان صاحبه. فاللي عاوز أقوله هنا أنا إن الله ملهوش طريقة معينة. كل واحد ليه طريقة. أنا ما كنش مبالغ ومسؤول أمام الله وأنا بسأل كل استسمعني. أنا سمعت مرة صوت ربنا في حياتي مرتين بودني دي. أيوه. ومرة خلفت ودعكت دعكة محترمة. أيوه. بس مش أحكيها علشان دي خيبة. فالله يعني عملت زي يونان في مرة بالظبط كده بالظبط كده. لا يونان قاصد لأنه كان جوا حقد على نينوى لأنهم من ضمن الأشوريين اللي كانوا يستعبدوا إسرائيل وبيحتلوهم أحيانا ويضربوهم أحيانا وبيهددوهم أحيانا. فهو عاوزها تتقلب حتى الرب اللي بنقذها زعل. منان متأكد إن ده صوت الله وخالف. وده اللي خلاني بقول لأخويا الأستاذ ظريف وأنا بتعلم منك كتير. ده أنا بتعلم منك بس ركز على دي. الخدمة مش دعوة ولا مجرد دعوة. الدعوة جانبية. الخدمة تكليف. روح لنا وراح ترشيش يبلعوا الحوت. مرات احنا نخلي الحوت يبلعنا لان احنا خلفنا التكليف اللي كلفنا بيه. وده اللي خلينا بحيي خدمتك لانك انت زي ما بتقول ايه قلتهم لك الكلمتين واحنا قاعدين بره. الرب يباركك. خليك اتفضل. طيب ازاي يبقى لنا الحواس المدربه على سماع صوت الله؟ في اصوات كتيره حوالينا. عايزين نميز صوت الله من بين الأصوات دي. هل الصلاة أم روح التمييز أم يعني عايزين يعني إيه اللي خلينا نتأكد إنه ده صوت الله؟ العلاقة المستمرة مع الله. سيبك من تحشرنا في المواهب. كل واحد يخلي مواهبه ليه يخدم بها الغير. كان واحد موهبة يخدم بها بعضكم بعضا قال لنا بطرس كده. لكن العشرة. أنت خدت بالك الواد لما سلم علي؟ أنا شبهت فيه. عارفه شكل مش عارف اسمه. غبت مسافة كبيرة ما شفتوش. أنا ما بقعدش أتجامل مع ربنا كل كد قد إيه وفي الآخر أقول له عاوز أعرف وما أعرفش. ما أنا بنسى. أيوه. المفروض تبقى العلاقة مستمرة. أيوه. وبكده يبقى سهل علي التمييز. وده اللي أنا بقوله وركز عليه كتير. إحنا محتاجين نقعد قدام ربنا. ما بقولكش اركع ولا قف ولا وشك لفوق ولا لتحت ولا بص مشرب ولا مغرب وما مش ده قضيتي. اتكلم مع ربنا وانت راكب الاتوبيس وانت في المترو وانت مسافر في القطر. نعم. وانت قاعد في بيتك وانت نايم. نعم. ما يزعلش منك لو كلمته. أيوه. انت نايم. أيوه. انا بتعامل مع اب وابن بكده اقدر افهمه وعلاقتي مستمر. ايوه. في بعض الناس بيقولوا ان ايه ان ازاي ما بظبط ال الموجة بتاعت الراديو على حاجة معينة أنا بسمعها من وسط الحاجات دي كلها. فالإنسان المؤمن من خلال الصلاة أو من خلال العلاقة يضبط الاتجاه بتاعه. هيكلمك من غير ما تسأله. ممكن يقول لك إيه اللي أحسن من غير ما تسأله. مش لسه أنا قايل لك أهو قلت لك أهو الأخ عادلي ممكن مرة من المرات تقابله تسأله. قلت له الموت تعرف إن أنا خاطئ وراح جهنم. قال لي خدت كلمة ربنا. قلت له في قضية مصيبة كبرى يعني 31 دكتور في 24 ساعة كان بيلف بيها دكتور بالليل 16 واحد شافوه له وتاني يوم كل واحد عارف دكتور جابه. أنا أقول لهم لو هو جمل آخر 72 ساعة. لا ممكن تقول لنا الاختبار ده في مرة تاني. صعب. لا ما دلوقتي مش هنلحق لأن احنا خدنا جزء من ال خدنا لك. أيوه.
طيب يعني في طرق معينة الإنسان اللي هو مثلا واحد عايز يتجوز، واحد عايز يسافر، واحد عايز يروح مشوار، واحد عايز يعمل حاجة صعبة، إيه الطريقة اللي بيميز بيها سلطان الله؟ ابعد حاجتين علشان اتصرف دي. اول حاجه انا جاني على فكره دعوه على الكويت ومرض شرور، ما عنديش لفع 1% ان انا اروح، مع ان غيري يتمنى يسمع القصه دي. انا ملياش الا الحس، لو حتى رايح مكان وحسيت اني متكدر مره ترجع، عارف متى صار حاجه مش كويسه. فاللي عاوز اقوله استبعد استحسان البشر. مرات الزواج يبقى صفقه تجاريه. ايوه. والا ايه اللي وجع ابي جايل جميله الصوره وجيده الفهم؟ ايوه. في واحد احمق ما تعرفش تتفاهم معاه. ايوه. زواج تجاري. صح. انا ارفض واحد جاني بعربيه عشان ياخد بنتي. ايوه. وبنت عماله تحلم بالعربيه وبالشقه الشيك والبتاع. وناسب زمان واحدة قالت لأبوها يا أبويا ما يتجوزنيش الواحد كتير المال ده يتجوز عليا 2 وزيادة، ما تدينيش واحد كتير الجمال اللي يعشقوه مني 2 وزيادة، ادي الواحد فقير الحال أعيش معاه كل العمر وزيادة. عاوزة واحد بنت، عاوزة ولد تتجوزه، ولد مش عاوزة حاجة، ولد عاوز بنت تعيش معاه، هو ده الزوج الحقيقي. نشغل مخنا ونشغل مشكلتنا تغيب الحته اللي انت قلتها دلوقتي. تغيب الوعي عند مننا. معايير المعينه. خدت بالك؟ انا اصلي لكن الله مش هيجبرني خد فلان وما تاخدش فلان، مش هيعمل كده. لا. انت حر. نعم. طب في ايه بتقول اعلمك ارشدك؟ الطريقة التي تسلكها أنصحك عيني عليك. ما هو اللي أنت بتقوله ده صح 100% اللي قلناها من شوية. طالما في عشرة في كلام، في خدوهات. أيوه. في نقول لبعض صباح الخير ومساء الخير. خدت بالك؟ أنا طالع بقول الرب أنا خلي بالك كلام واحد يا أسيس ظريف. أنا مرة قلت كلمة في مجمع القاهرة. طلبوا مني ان انا اقول، قلت لهم مشكلتي لو فهمت ان انا فاهم، مش ممكن اصر على ربنا يديني نور الا اني اتاكدت ان انا مش فاهم. ابعد استحسان الشخصي وابعد استحسان الناس، البنت دي حلوه تاخدها ولا البنت ابوها مش عارف ايه ولا ابوها بيشتغل ايه، قضيه مش كده. انا عندي حس روحي مين اللي ينفع معاه. ده بيوصلنا للاسف لما حسد عليك. بقى برافو عليك. وقعد يقول لما دخلت مقادس الله ده يعني شاف وقعد يحسد الاشرار. شوف احنا واحنا بنتكلم انا وانت اهو، حبنا لبعض وعلاقتنا القديمه حاسين بالمتعه في الكلام. طبعا. خدت بالك؟ ايوه. وتحس ان افكارنا مكمله بعضيها. اكيد. خلينا كده مع الله. خلينا كده مع الله. مع الله. نعم. لازم اخرج من ذاتي وانت تخرج من ذاتك وتدهاني وانا ادهالك. نعم. من هو قريبي اللي شالني؟ أيوة. احنا محتاجين، واقول تاني بقول للرب انا اول المحتاجين. لغايه دلوقتي في السن ده لسه عاوز عشرتي تقوى معاك وطيعك اكتر من الايام اللي فاتت. نعم. بقول الكلام ده بيحز فيا جدا يا استاذ ظريف، يا ريت تصلي من اجلي في بيتكم. امين يا رب يباركك. انت فكرتني برسول بولس لما بيقول لا اعرفه. لا اعرفه قوة كلامته. لا اعرفه قوة كلامته. وشركة يعني يعني انت رسول بولس لسه لغايه دلوقتي ما عرفوش بعد كل الخدمة دي وبعد كل المعجزات وبعد في كل في حاجات معرفة في حاجات يعني معرفة. ازاي ننمو في النعمة وفي معرفة الله في معرفة صوته ومعرفة ونميز الحاجات دي ازاي ننمو ازاي قال كلمة تاني افسس وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة
أليه؟ بيقول لا أيه. الله قدير لا نعرفه. يجي في الأصحاح اللي بعده في 36، في 37 القدير لا ندركه. أنا لازم أقرب. أنا مرات قاعد أتكلم مع نفسي، إذا أنا الله بتكلم مع كائن ملوش حدود أعمل إيه؟ أتخيل المسيح اللي جانا على الأرض وقال لي رآني رأى الآب، أنا في الآب والآب في الآب، بيحبكم أجعله زي ما أنا شايف لك ظريف، وكأنه ده بلي أنا مخصوص ما حدش مشاركني فيه. فبتكلم مع شخص سمعني وفهمني. أنا بقول لك لو بدأنا نحكي في الاختبارات يعوزنا الوقت. اتفضلوا. في الألم اللي أنا عشته، أنا أبوي سابني في بطن أمي والدي 40 يوم. ما تذكرش حد جاب لي التعريف حلاوة. قال يتيم. محدش عملها. عشان كده يمكن تلاحظ حتى لما كنت في اسكندرية كنت برتبط بالأطفال والشباب أكثر من الكبار. أنت عشت الحياة دي وأنا في اسكندرية؟ أكيد، أيوه. ولما نشأت العيال عندي ما عشتهمش العيشة اللي أنا عشتها. وده اللي خلى المسيح يشفق علينا جدا. أيوه. بس يا ريت نفهم. بس. أكيد، أكيد. يبقى احنا ممكن نميز صوت الله من خلال الصلاة والقرب من الله طبعا. من خلال الكلمة، كلمة الله الحية الفعالة. بالظبط. بالظبط. فلابد يبقى لنا عشرة قريبة من عشان نسمع صوته ونميز هو صوته. زي ما احنا بنقول موسى لما صلى تقرا مزمور 103 عرفوا موسى طرقه. طب وبن اسرائيل ما عرفوش طرقه. أفعال. عرفوا افعاله. خدت بالك؟ بعد كده موسى نفسه صلى الصلاه اللي احنا قلناها. ايوه. ايوب. نعم. اقرا اخر اصحاح في سفره. والان ارفض نفسي تراب الرماد بسمع الاذن. كنت اسمعك. كل اللي عندي ده أنا عايش على السمع. أيوه. لكن بعد الضيق وأما الآن قد أيوة. رأتك عيناي. رأتك عيناي. أيوه. شفتك دلوقتي. نعم. يبقى إذا لما بنقرب لربنا مش كلام نتعامل معاه نقدر ومش ممكن تستمتع استمتاع حقيقي بيه إلا بعد جولة في الألم. على فكرة يا جناب الأسيس وحيد اللي خلاني عملنا الحلقة دي واحد سألني سؤال بيقول لي هل ممكن الله يقول كلام ويخلفه؟ قلت له أكيد الله ما يقولش كلام ويخلفه. فهل في ناس بتدي أصوات شبه صوت الله تخدعنا؟ هو برضو أنت جبت جزئية حساسة جدا. أنا مرات كتير بقف مع نفسي. المسيح على الصليب غفر اليهود اللي ما غفرش. غفر. حلو. غفر ازاي وهو شتتهم في العالم كله ودمر الهيكل. فين الغفران هنا؟ قدم لهم غفران رفضوه. هم رفضوا قالوا دمه علينا وعلى اولادنا. رفضوه. فبالتالي ما استفادوش بيه. أنا لما أقبل هبات الله وزي ما قلت لك في البداية الألم هبة. أقبل هبات الله واستمتع بمعرفتي بيه على قد ما يعلن لي. زي ما قلت والإعلانات كل واحد له زي ما احنا مع أولادنا كل واحد له طريقة بنعامله بيه. خدت بالك معايا؟ وأوصل للمرحلة دي أبقى فاهم الألم احسبوه كل فرح. لا أنا بسأل السؤال يعقوب 1:2 حينما تقعون في جرم تلوى. السؤال يا أبونا إن في ناس بتتكلم باسم الله وما يكونش هو الله. يعني في ناس ممكن يدي لك إعلان أو يدي لك حاجة ما يكونش صوت الله وفي ناس بتتدمر بسبب الكلام ده. الكلام ده أنا قاومته.
انا وعلى المنابر قومته. خلي اعلانات ليه، قل له ما تقوليش قال ربنا، قام تطلع كذاب تتصادق، ده رايك وكلنا بنغلط في الاراء. لكن تقول لي ربنا يتبقى ضامنه 100%. شفت انا في الكنيسه الرسوليه، انا في امبابه بس في الكنيسه الرسوليه من سنه 56 من سنه 62 اسف بدات هناك. هات واحد يقول لك وحيد قال للرب قال ولا عاد. وده الاخ ده لان متربين مع بعض ففاهمين بعضينا. لما اقول لكم موت تعرف ان خاطر حجهان، لكن ما قلتش لحد الرب قال لي حاجه، انا قلت اللي شفته على الشاشه وطلع. فاللي عاوز اقوله هنا جربنا، اللي عاوز اقوله هنا انا ليه علاقتي الخاصه بالله ما افرضهاش على الناس. طب واحد جيب لك شويه انت يا اخي الرب يقول لك كده، وكانه الرب ده كان زميله في المدرسه. بيوت اتدمرت بسبب ال، كانه ما اقول لك حصل عندنا في لما كنت في امبابه حاجات كتير زي كده. بس الواحد هيعمل ايه؟ احنا علينا نقول الواقع. يبقى اذا الشخص يعتمد على كلمه الله وعلى الصلاه وعلى يدرب حواسه ان يسمع صوت الله، ما يتكلش ان فلان قال له ده ربنا قال وربنا كده. ممكن يكون يعني في آية في الكتاب بتقول ايه؟ ويل لمن يقول الرب قال والرب لم يقل. ما ده صح. يعني احنا بنقحم الله في كلام بيخلي الناس تشك في فالله نفسه. مش لو قلت شمعت الخيمة لا لا. شوف انا من حقي اصلي من اجل الاسي الظريف، والاسي الظريف يصلي من اجلي. من حقي اقول له ما تخافش تشدد بالرب. لكن من حقي اقول له الرب هيعمل معاك ويساوي. امتى تطلع من دي؟ لما ابقى متاكدها 100%، وبرضه ما اقولش الرب قال. تمام. خدت بالك؟ مش خايف ما تحصلش. لا. عشان الناس ما توهمش، لا يظن في احد فوق ما يراني او يسمع مني. امين. شكرا جزيلا جناب الاسيس وحيد على الكلام الرائع ده وعلى المعلومات الجميلة. ربنا يباركك ويستخدمك أكتر وأكتر ونستفيد بعلمك الجميل الرائع. شكرا أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، ونشوفكم في حلقات قادمة، ولإلهنا كل المجد. شكرا جزيلا. آمين.